اسم محمد دوار ابو زين من جماعه ترك جند. حنا الساكنه كلها يعني مضروره يعني من اطل الزيت كلها مضروره، وكاينين تقريبا شي خمسه الاشخاص اللي مستافدين من بين 67 اسره. خمسه الاشخاص اللي مستافدين الساكنه يعني مضروره. من جينا عند العامل في تارودن قال لنا يدخلوا خمسه الناس يدخلوا عنده. واش هذوك خمسه الناس هما بوحدهم اللي عملت له الساكنه كلهم؟ حنا دابا كنطالبوا بحقنا، يعني جينا من تارودن برجلينا حتى الاكادير. من بعد ملي وصلنا عند الوالي نفس الهضره قال لي حتى نهار 18، واش حنا مابقاو عاودين حتى نهار 18؟ دابا من بعد الزلزال شي خمس شهور دابا اللي داز دابا من بعد الزلزال، ونفس الهضره كتقال نفس الاعذار. حنا اليوم جينا الاكادير، جينا الولايه في اكادير، من بعد جابوا لنا ترونسبور. هادو ترونسبور ما بغيناش خويا، ما بغيناش ترونسبور. حنا كما جينا برجلينا نرجعوا برجلينا، ترونسبور ديالهم يديوه لعندهم. الاجتماع ديال الجماعه ماشي ديال الولايه. اليوم حنا كنطالبوا بحقنا، هاد الناس هادو يديروا معنا الحل. ما داروش معنا حل، ان شاء الله تكون حمله اخرى، ان شاء الله تطلع للرباط. ان شاء الله غادي تكون حمله اخرى، غنمشيو للرباط ديريكت. حسن حجي من الساكنه ديال تيسراس. حنا جينا اليوم امام ولايه مدينه اكادير، المهم تخلنا باش نتواصلوا مع السيد الوالي. كنتفاجئوا باللي جا عندنا السيد الكاتب العام ديال عماله تارودن، ضربنا الطريق على والو. المهم نفس الاسئله اللي كيطرحوا نفس الاجوبه، شي حاجه ما كاينه، مازال ما شفنا والو من هاد سميتو، نفس الاجوبه. المهم المشكل باقي هو، ونحن ان شاء الله مستعدين نمشيو للرباط ان شاء الله. جينا نتواصلوا مع الوالي ديال سميتو، ولقينا الرئيس ديال المدير ديال الديوان الملكي والرئيس ديال المكتب ديال العماله ديال تارودن. النقاش شنو هضرنيش على النقاش؟ النقاش نفس النقاش اللي كيتعاود ديما في العماله، وحتى في الدائره، وحتى دابا في الولايه نفس النقاش. كيقول لك اللي كيستحق يستافد راه غيستافد، اللي ما كيستحقش راه ما كيستافدش. والناس استحقوا ما استافدوش وما عطاوناش جواب مقنع. اي سيدي الحسن الحسن دوار يقيل العين جماعة إذا قويلل قيادة إقلي عمالة تارودانت. كلمة الأخرى اللي غادي نقول، بغينا هاد الهضرة تبق اللي وصلنا هنايا، ما بغيناش شي هضرة أخرى تكون مورا هادي. ما بغيناش مازال الهضرة ديال الرئيس ولا ديال الشيخ ولا ديال القايد ولا ديال العامل، بغينا الهضرة ديال الولاية هنايا توصل وما تكونش شي هضره اخرى مورا. لان حنا كيقولوا اللي عنده شقوق ما يستافد، كي غادي دير عباد الله؟ عندنا الديور ديال الطين، الدار مشقوقه مهدده بالسقوط غير صالحه للسكن، راه لا يعقل في اي لحظه غادي تطيح. وعلاش كاين اللي عنده الشوق وحده في الدار ديالو ديال الطين واستافد؟ حنا الدار كلها مشقوقها غير صالحه للسكن. كنعسو في الكيطون، بغينا ناخذوا حقنا، يكون قليل ولا يكون كثير، الله يجعل البركه في الملك، الله ينصرو. ما خلينا ما درنا، عملنا زعما المجهودات كثيره، ولكن النتيجه ما كايناش بدون نتيجه. هادشي كيضر في القلب. وتصور غير البارحه عباد الله من تارودان على رجلين حتى 44 رجلين طابو، ما كلينا ما شربنا، وبحال غادي للصحراء، مازال حتى اللي مشاو للصحراء راه هزوهم الكاميوات. بدون نقل، فهمتيني، وبيتين في البرد، راه عيب وعار. حنا في دولة الحق والقانون، وفينا هو والقانون غير بالفم. دولة الحق والقانون، القانون فوق كل شيء، القانون يعلو ولا يعلى عليه. الله ينصر محمد السادس، عطانا حقنا بغينا ناخذوه بالتساوي، ماشي شي ياخذوا شي لا، راه عيب وعار. راه حنا وكما محتاجين ومضروري، حنا مضروري نخلق بلا الزنزال، وكمل علينا الزنزال وكمل طفوره، الله ينصر الملك. لطيفة ابنو مدينة تارودانت الملحقة، المقطعة ديال تارودانت الملحقة الثالثة. أنا ما استافدتش، أنا مضرورة ماشي ديال الزلزال. وجاو عندي اللجنة ثلاثة وقالوا لي راكي غتستافدي، الدار عندك مضرورة خرجي منها، ماشي ما صالحاش للسكن. زفتوا لي واحد البلاغ، جابوا لي المقدم قال لي بانك خرجي انت غتبني هاد الدار وتريبيها وتبني هاد الدار، ما بقاش صالحه للسكن. وعندي هذاك التقرير،
ودرت شكايه للعامل وما كان حتى شي جواب. دعوت درت شكايه اخرى، مشيت عند الباشا، مشيت عند القايد، حتى شي جواب ما كان. درت شكايه للوزاره الداخليه، نفس الشيء، ما كان حتى شي جواب، حتى شي حاجه ما كاينه، ما استفدت من حتى شي حاجه. قال لي الدار عندك ما يصالحش للسكن، وعلاش يديروا هكا؟ علاش ما يصالحش للسكن؟ فين غنمشي انا؟ علاش ما يعطوني باش نبنيها؟ حنا مضرورين الناس، كل مره نمشي عند الناس، فين غنمشي انا؟ ما عنديش فين نسكن. انا بغيت اللجنه تجيبها، تجي عند السيد الوالي، يجيب اللجنه ويجي انا ديك الساعه قابله بداك القرار اللي دار. هذاك الشيء اللي بغيت انايا. الا قال لي ادخلي سكني فيها، غندخل نسكن فيها وتحملوا مسؤوليتهم. قال لي راه ما صالحش للسكن. هذا الشيء اللي كاين. حسن بن وكريم، دوار اغبالو، جماعه تسرس. يعني هذا القرار اللي عطونا هاد الناس هادو ما راضيينش به. يعني هذا القرار راه فين منا مشينا كنسمعوا به. قال لك اسيدي راه الدار الا فيها شقوق راه ما غاديش تستافد. يعني الدار ديال الطين ديال التراب كلها تفرقعات، علاش ما تستافدش؟ على الاقل بعدا يعطيونا شي ضمانه ديالها بانها باقي صالحه للسكن. حنا ما غاديش نتعرضوا نفوسنا ولوليداتنا للخطر في هذاك الدار. راه عينا من سميتو، بقينا كنتسناو حتى في الاخر قالوا لنا ما عندكم والو، راه حشومه عيب وعار. راه الدعم اعطاه لنا سيدنا ماشي شي واحد اخر. سيدنا ملي سميتو ملي هضر قال لك الدعم لمن يستحق، وحنا من هذيك الطبقه اللي مستحقه هذا الدعم هذا. راه جينا البارح من الليل، من الوحده ديال النهار حتى الوحده ديال الليل، وحنا كنتمشاو عاد وصلنا حتى هالورا، عاوتاني شدينا الطوبيس في الصباح لهنايا، عاوتاني جينا لهنا ساعه قرار. هذا القرار ما مصفش نفس الهضره كتقال، نفس المشكل فين ما مشيتي. حسن بالله ابن منطقه تزيت تابعه ترابيان الى جماعه دا قيلال اقليم تارودانت. كما كتعرفوا جينا اليوم لولايه اكادير. الناس المتضررين اي المقصيين من الزلزال اللي ضرب الاطلس الكبير عامة واقليم تارودانت خاصة يوم 8 شتنبير 2023. الى يومنا هذا الناس مازال ما استفدوش من الدعم اللي داروا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وحفظه. بالنسبة لهذا الدعم هذا صفته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وصفت هذه الأمانة هذه بالنسبة لهذا المثال هذا مثال ديال الأمانة ما وصلوا هاد الناس هادو الأمانة لأهلها، داروا فيها العكس. يعني وصلوا الأمانة لغير أهلها، وهاد الناس هادو راهم متضررين مساكن وجوا على رجليهم من تارودانت. يعني تقريبا شي 20 ساعة حتى 24 ساعة على رجليهم. يعني خرجوا من شي 12 ونص ديال البارح، ما وصلوا حتى 9 ديال هاد الصباح. والحمد لله تلقينا مع الكاتب العام باسم والي جهه سوس مسا. هضرنا استقبلنا اولا حسن الاستقبال، والمهم هضرنا على جميع النقاط اللي جاو اليوم هاد الناس هادو اللي هي الناس اللي مقصيين من هذا الدعم هذا. المهم حسب اخر المستجدات توصلنا باللي الناس اللي عندهم الكلي غيستافدوا، والناس اللي عندهم الجزئي غيستافدوا، والناس اللي عندهم تشققات حسب نوع التشققات. حسب قول السيد قال لنا باللي التشققات حسب نوع التشققات، الا هي متضاوره الناس غيستافدوا، الا هي تشققات عاديه وعلى ما اظن محل واش غيستافدوا. حالاتهما عندهم التشققات هادو وما استفدوش، وان شاء الله كنتمنوا ان شاء الله الخير لقدام، وكنتمنى ان شاء الله من السلطات المحليه يديروا اعاده النظر في هاد الحالات هادو، لان الناس مساكن راه كما تعرفوا راه ساكنين في غير في القياطن وفي الخيام شي 6 شهور هادي، ما استفدوا من حتى حاجه ان لم تتم المطالب. ان شاء الله سوف نتجه الى ابعد نقطه، الى ابعد مدى، اللي هو ان شاء الله نتجه ان شاء الله الى مدينه الرباط. بعد الرباط الا ما وصلنا الحق ديالنا ان شاء الله، لان هذا راه حق
راه حق خصنا ناخذوا الحق ديالنا. الا ما دينا الحق ديالنا ان شاء الله راه غنمشيو لابعد نقطه ان شاء الله اللي هي ندخلوا للمحاكم باش نشدوا الحق ديالنا ان شاء الله. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.